على خشب. ايش ايش صدروا المشاهد، خلهم قفلوا فيد الصوت ما ادري سوى كيف اعطيت ذي. خل شوف خله جيب له 10 بدالها فيد الصوت دبل سبي. انا اقصد يوم سالفه الخصم اللي قلتها حمد. الحاجه الثانيه صدر المشاهد ما ادري مصدر المشاهد ذي. الحاجة الثالثة الجماهير الوهميين اللي عندي اللي يقصدها علي 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 الجماهير الوهميين، هذه الثلاثة اللي أنا تكلمت عنها هنا ما خلاني أتكلم. أنا جبت له لا حمد بس وقف، قال أنت تشذب عرقوب خويك. أنا ما شذب، الرجال قاعد يتابعني الحين أدري إنه يشوفني، أبى أتكلم عنك وبتكلم عنه، أنتم معي هنا. وقفها وقال قفل عشان وش؟ عشان يصير دحام يشذب عرقوب خويه. طب خوي قاعد يشوفني يتابعني. إني قلت له فهد يعني ماني وانا صدق والله ماني بعجزان فيك يا فهد، مع احترامي الشديد لك ماني بعجزان فيك. وش سوى؟ تقواني فيد صوته، هذا اللي بتقواني فيه. ولا اذا كنت مخطي انا هنا بتقواني تلوي ذراعي لوي، لكن انا اتكلم معك ما اخطيت، ماشي معك سيده لين فيد الصوت. وايش قلت؟ اللي انا بتكلم عنها من ضمن المواضيع اللي يقول لك غثيتني وانا طالع الجمهور الوهمي. ايش قلت انا؟ انا قصدت دحام. التحام لا لا واللي عندي اللي انا لا 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 واللي عندي من هم لا انا قلت تصويتات الشيخه وصقر جاكو كلها قلتها كلها وهم. قال تقصد احد معين؟ قلت اللي على راسه بطح يحسسها، ما ذكرت اسم معين لا ذكرت دحام ولا لا. ارجع شوف ان كان ذكرتك بالاسم ببشر بالحق وما يلحق. ابشر بالحق والله اني لا اقل اربع كلها. والله اللي قلته انا انت ما قلت لا ما ذكرت اسمك ولا جبت طاري اسمك ابدا. دحام ما ذكرتك، هو فهد معياني اللي لفقها فيني قال تقصد دحام لان دحام يوم انت صرحت التصريح ذاك اليوم دحام هو اللي خلصك. انت جيتني في الغرفه وقلت انا قلت لا قلت لك امي زعلت يوم انه قول الكلام فهد معيان اني انا اقصدك. قلت لك امي زعلت اني انا ليش اني قلت دحام، ان فهد معيان ليش قال دحام. قلت انا ما ذكرتها يما وانا صادق، وجيت عندك ذاك يوم انت تعبان في الغرفه وقلت قلت ترى امي زعلت علي وقالت لي سلم لك سلم دحام صح ولا أدري. قلت لك وقلت لك ما ذكرت اسمك، اسمك ما ذكرتك ما خصيتك، هذا بندر مولود قلت ذاك اليوم. قلت انا الموضوع كامل هذا موجود، قال لي بندر صادق وهمي، هذا ابو عمر قالها بلسان. انت قلت ايش الوهمي؟ ايش قلت؟ كل شيء، الشيخه كامله وصقر جاكو كامله. يعني لو من اللي يعني من اللي اخذها اكثر شيء صقر جاكو؟ أغلب. حسن عجمي. لا لا اغلبها حسن عجمي. لا لا اغلب نجم المزاد منه كيف التصويت؟ لا لا مو تصويت، قول لي هاشتاج لا توديني برا. كلامي واضح. انا قلت طيب انا اتكلم عن الاشياء يا رجال اللي فيها جماهيريه. طيب شكلك بيفتح عيوننا. طيب تعال ايش قال تركي موسى؟ صقر قال انت خذ لك استغفر الله العظيم. صقر جاكو كم مره طلعت فيه انا؟ مين؟ صقر جاكو يا اخي انا ما قلت دحام، انا كلامي واضح يا عبد الرحمن. يا وليدي خلي هاي يا علي صقر جاكو كم مره طلعت فيه انا؟ صقر جاكو اربع مرات. كيف اربع مرات؟ اربع مرات طالع فيها، حسن ثلاث مرات. حسن اكثر واحد طلع من عندنا فريق الاهلي. لا حسن. لا انت. حسن كم مرة طلع صقر جاكو؟ ثلاث. وكلها اربعها. ايه؟ انا ثلاثة. اربعة. واحدة ماني موجود، واحدة خسرتها، ايه؟ وثنتين ربحتها. طيب. اربعة صقر جاكو. طيب. والشيخة اول شيخة اللي استلمتها. لك. ايه. طيب. يمكن يا ابو. صل ايه بس انا. فرق يا دحام، فرق يا دحام، اني انا اجي اتكلم في كلام واقول دحام بعينه. انا الحين والله ما اقصد، انا شملتها كامله شملتها كامله. يعني لو ابى اخص شخص كان خصيتك، خصيت فيصل عدلان وخصيت بندر وخصيت اليامسي وخصيت حسن العجمي ودغش حتى دغش اللي طلع. ها وفي المطعم ايش قلت؟ اي مطعم؟ المطبخ. ايش قلت؟ ما ادري والله. وش قلت؟ والله ما ادري. انا انت مصدر مشاهد. ايه طيب سميتنا دحام مصدر مشاهد؟ لا سميت اقول سميت. لا ما سميت. انا اللي فهمته منك انك انت جيتني وانا طايح فراشي قلت لي دحام. يوم جيتني وانا طايح قبل لا اطلع المستشفى قلت لي دحام انا اخطيت في الحاجه ذي اللي تكلمت عنك انت وسلمان فيها تذكرها اللي هي الوهمي. كيف؟ يوم قلت لي دحام انا اخطيت تكلمت عنك في الوهمي. لا ما قلت لك تكلمت عنك. ما قلت لك تكلمت. صل على النبي. قلت لي حتى غانم اخوك مغرد برا وامي زعلانه. قلت لك صل على النبي. خليك امي زعلت لان الجمهور اللي صل على النبي يا عبد الرحمن. لا تحطني في كلام انا ما قلت. طيب انا لو بخصك تعرفني. كلام انا برا اجي اوقف معك. كلام مو قلت لي سالفه البرايم انا وحاتم من ضمن الناس اللي وقفوا معك ضد الشباب كلهم صح ولا لا؟ يوم ذاك اليوم البرايم اللي يقولها فهد قبشيه يوم قال تخصم على اخوياك واخذتها بنت. الاثنين اللي وقفوا معك انا وحاتم الفريدي ولا كان يمديني اجي مع الشباب واوقف ضد
ودك، صح ولا لا؟ والله ما شفتك، صح؟ والله ما شفتك. لا والله اني انا وحاتم واقفين معك لين اخر الليل. ما حد وقفك. لا والله ما حد. انا لو بخصك يا دحام بخصك. انا انت جاي من فراشي صح قلت لي قلت دحام؟ ايه قلت لك امي زعلت لان فهد معيان قولني كلام انا ما قلته علي صح؟ ها؟ وقفلنا وقلت لك سلم لي عليها وقل لها والله اني ما حسبت حساب السوالف هذه كلها صح؟ صح؟ قلت لك اني انا ما اوقف دامي عارف اللي بخاطرك يا علي ما علي من الامور كلها صح؟ ايوه هذا اللي قلت لك الله عليك. طلعت المستشفى انا بعدها تعبت وطلعت ما قدرت اجلس صح؟ طيب يوم رجعت من المستشفى لقيت الموضوع كله منك مره ثانيه منك علي وانت عندي في الغرفه ايه؟ يوم تكلمنا نسلم تبين الوهم يمن كيف يوم اتكلم انا وانت في الغرفه من اللي تكلمت انت عن الموضوع من تكلمت عن موضوع سلمان جاكو إيه؟ سلمان جاكو طلع قلت لك امي يوم ان قام الجمهور قب علي انا يا علي إن ليش يا علي يتكلموا علي يقصد دحام دخلوا إيه؟ في نيتي الجمهور الان اللي يتكلموا الجمهور اللي يتكلموا دخلوا في نيتي ان علي يقصد دحام علي ما قصد دحام ولا جاب طاري دحام في اسم من الاسماء كلها ولا ذكرتك في شيء كله وانا قلت انت تدري عن اللي بخاطري وانا ادري عن اللي بخاطرك وانا قلتها شوف انا قلت انا بتكلم بس ببرر وانا قلتها ها طيب انا مطلع. انا لو بخص دحام بقولها في وجه دحام ماني بقولها من ورا للي ما هو بنت قلت والله لو يجيني ما هو يشدب قدامي يسب والله اني محلهم بيها وش عاد انت يا علي؟ لا بينك يا عبد الرحمن لكن انا بتكلم قبل شوي اقول له بتكلم عن الموضوع اللي هو جايب المقطع اللي قهرني انه اعلى المراحل اللي بيفوز فيها فهد فييد الصوت ما يخليك تتكلم ما يخليك تاخذ وتعطي فييد الصوت طيب غريبه منك يعني يسمع انت عضت على طول فويل للمصلين يقفلها يا رجال خلاص انت تسمع ويل للمصلين ما عليك الكلام اليوم ما عليك الكلام اليوم حتى الكلام اليوم توهمي فعلا لكن انا قلت وهمي انا بعطيك شوف ما حد يقول كلمه الا معها حجه ذاك اليوم قال 3.5 مليون طني وصل عدد التصويت لا ضحك يوم قالها سلمان انا قلت وهم ضحك 3 مليون لان 3 مليون 3.5 مليون صوت وانت جالس معنا هذه مصيبة لا 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 قال 3 مليون صوت الفريق الاصفر لانه اخوه فيه والتفت وضحك يعني ان 3 مليون انا والله اني والله ما انا فهمتها انا من ناحيتي انا فهمتها لا وانا كملت معه لا قال الجمهور هو ما هو 3 مليون حتى هو يطقطق لو انا 3 مليون دقت عليهم واحد قلت خذهم قط من ريال 3 مليون لا 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 قال سلمان اذكياء سلمان قالها والتفت بطقطقه وضحك ما قال عنه شاب والله انا قلت حتى سلمان ذاك يوم قال علي الامر يصرح علي الامر يصرح علي الامر يصرح يعني حتى واضح اني انا اعطيتك انا بس اني قلت لك تكلم انا اقول لك انا قلت لك وجيت عندك انا اوضح لك انت يا عبد الرحمن ما جيت قلت لك ان اصلا اهلي زعلوا برا يوم ان الجمهور قلت لك سلمي عليها وقول ما في الخاطر شيء والله انه في الخاطر شيء والله امور طيبه امور طيبه بس قلمي يا ما قلمي السلام عليكم. وين راح موضوعك؟ يا ولد انت ترجع انا احسك سوسه زد رصيدك يا ولد انت ترجع حسستوني انها امور سهله خربيط اني ما اخذ من قلوب اي والله شوف المصحف احلف حبيبي اعطني قلم برده يا شيخ اعطني شيخ اصبر ايش فيك منفس يا شيخ انت قاعد تكتب على اوراق اصبر الشيخ بندر يا شيخ بس يسد حلقه ثاني مره لا تجي بندر توكل على الله توكل على الله ايوه طيب يا معشر اللي على ضوء القمر ساهري خل من ضوء القمر ساهري كيف حالك والله كنت طيب وموري في السلم قال عاد عيدك وعيد لي